يا هلا ومرحبا بالنجوم، عساكم طيبين ان شاء الله بخير. حابين نبدأ اليوم برنامج سمعنا صوتك للحلقة الثالثة. يا هلا ومرحبا بالجميع، حيا الله بنجمنا المنشد عبد الواحد حاجي ضيفنا اليوم في البرنامج. يا حيا الله وشكرا لقبولك دعوتنا مرة ثانية وللانضمام في مجموعتنا، واتمنى تتم معنا على طول. حياك الله ويا حيا ومرحبا. سمعنا صوتك عبر الأثير، خلينا بالمحبة نفرح ونطير. بقناة النجوم لك هيبة وتقدير، نجم بالفضاء تغرد وتسير. سمعنا صوتك للوقت الأخير، نسامر وانت بحروفك خبير. نسمع نتعلم منك أمور غير، وانت بمجالك مبدع وخطير. سمعنا صوتك يا وجهي الخير، موهبتك تهز القلب وتثير. عبر بحروفك أجمل تعبير، واطربنا بصوتك الحان تنير. الله يا سلام عليك، ما شاء الله تبارك الله، ما قصرت، يعطيك الصحة والعافية. نرحب أيضا بمقدم البرنامج هلال الحبسي، يا هلا ومرحبا فيك، أسلمك المايك تتحاور مع ضيفنا. يا هلا ومرحبا فيكم وحياكم الله، تفضل أخوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله وعلى سنة رسول الله صلى الله وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد. أخوتنا المستمعون الكرام، عدنا لكم من جديد الأسبوع الثالث على التوالي، الحلقة الثالثة، برنامج سمعنا صوتك. نرحب بالمستمعين الكرام، ننفرد بضيوفنا الجدد. الضيف الثالث يحلق لنا من سماء المملكة العربية السعودية، المنشد عبد الواحد حاجي. أخي عبد الواحد، مساك الله بالخير، وأهلا وسهلا ومرحبا بك في هذه المجموعة وفي هذا البرنامج الأثيري بضيف عزيز. مرحبا بك وحياك بين أخوانك من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية. حياك أخي العزيز، ووصولا مبارك لهذا البرنامج. عاد أخوتنا المستمعون في برنامج سمعنا صوتة البداية، نتعرف عن قرب لهذا المنشد عبد الواحد حاجي. عبد الواحد أخي العزيز، تفضل لك المايك. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أنا تشرفت اليوم بظهوري في هذا البرنامج الرائع سمعنا صوتك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون حلقة رائعة ومفيدة للمستمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ضيفنا العزيز، حياك وبين أخوتك وزملائك نستمع إليك ونرحب بك في هذه المجموعة، وشكرا على قبولك الدعوة والضيافة. حياك أخي العزيز، نتعرف عليك ونعرف أيضا على المستمعون الكرام والمتابعون عن قرب، تفضل. حياكم الله وبياكم جميعا. طبعا بدأت بالإنشاد تقريبا قبل حوالي عام، والتقيت بالشاعر أبو المعالي، وبدأت أنشد القصائد، والحمد لله إلى هذا اليوم بدأت أنشد القصائد وأيضا قارئ للقرآن، والحمد لله يعني في تطور كبير جدا في مجال الإنشاد، وإن شاء الله يستمر هذا التطور إلى الأحسن والأحسن. منشدنا العزيز حياك ويا مرحب والله بهذا الصوت الشجي، هذا الصوت الجميل وهذه البداية. الإنشاد عالم من الروائع، الإنشاد أيضا كذلك الحين طلبيات كثير عليه،
ربما تعدى خطوط كثيرة وتقدم لخطوات مباركة، ولله الحمد المستمعون كثر والمتابعون كثر. ضيفنا العزيز كما قلت بدايتك قبل سنة، كيف كانت البداية؟ يعني هل منشدنا واجه شيء من الصعوبات في البداية أو من هذا القبيل؟ نعم، ما في صعوبات واجهتني يعني، لكن يعني بدأت سويت لي استوديو صغير في المنزل، يعني كانت احنا عندنا يعني غرفة في المنزل، فاستغلت هذه الغرفة وبدأت يعني اشتري معدات الاستوديو وكونت لي استوديو صغير. ما كان الحمد لله في اي صعوبات، بالعكس الحمد لله الامور كذا كانت سلسة. يعني سبحان الله اول ما سويت لي استوديو كنت احتاج الى ان يعني التقي بشاعر ونتفق، فسبحان الله مع الأيام التقيت بالشاعر أبو المعالي وبدأت أنشد القصائد له، وبدأت يعني تجيني الطلبات للإنشاد، وإن شاء الله إذا نجحنا في هذا الإنشاد يعني زي ما تفضلت أنه في له طلبات كثيرة ومستمعينه كثار، فإن شاء الله إذا كان في تطور رح نتطور بإذن الله تبارك وتعالى ونأخذ الطلبات إلى الأحسن إن شاء الله. جدا منشدنا، وصفة البرنامج هكذا أيضا نوجه لك أسئلة، ربما سؤال أو سؤالين ونتخلله في البداية. نحن شغوفون جدا لسماع أول إنشودة عندك في هذه المجموعة، فتفضل. مشكورا. إلهي رجعت بذل افتقاري، بخوفي بضعفي بدمع انكساري، رجعت أبوء إليك بسري، وأنت العليم بكل السرار، أحث خطايا فرارا وخوفا ومنك، ولكن إليك فراري. أنا من عثرت مرارا بدربي، ومن لي سواك يقيل عثاري، ومن لي سواك ليغفر ذنبي، ويقبل يا رب من اعتذاري. ومن لي سواك يفرج كربي، ويشفي فؤادي، ويطفئ ناري. ومن لي سواك يقاوم دربي، يسدد خلف الرسول مساري، فأنت الرحيم وأنت الكريم، وحكمك يا رب في الكون جاري. أخافك ربي وأرجوك ربي، أحبك ربي وهذا شعاري. أنا من عثرت مرارا بدربي، ومن لي سواك يقيل عثاري. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا الصوت الجميل. عبد الواحد حاجي، منشدنا، من لقيت منه التشجيع؟ كيف كانت بدايتك مع التشجيع؟ هل كان التشجيع من العائلة، من الزملاء، من الأقربين، من أحد؟ كيف كان وتقبلت فكرة التشجيع؟ نعم، التشجيع حقيقة كان من نفسي، حاولت أطور من نفسي لأنه هذا المجال أنا أحبه منذ الصغر. يعني أنا
من يوم وأنا صغير كنت إيش دائما أجلس في البيت أحاول أدندن بيني وبين نفسي على أناشيد كذا يعني ينزلوها المنشدين الكبار في اليوتيوب. فمن سبحان الله من الصغر بديت إيش أتحمس لهذا المجال. فقبل سنة تقريبا زي ما ذكرت أول اشتريت لي مايكات وعدة وقلت خليني أبدأ يعني بداية بسيطة إن شاء الله ونتطور. فالحمد لله الحين في شعار يجوني عشان أنشد لهم القصائد، وطبعا التشجيع من الوالد والمعلمين أيضا دائما كانوا يسمعوا الأناشيد، أو المشاركات في المدرسة كمان كانوا يسمعوها وكانوا يحفزوني، فبتحفيزهم الحمد لله ارتقيت. تبارك الرحمن، مشنا تبارك الرحمن، وجميل جدا أيضا التشجيع يجي من الوالدين، لأن الوالدين دائما هما يعني القدوة الحسنة وطيبة. منشدنا هلا أيضا هناك طبعا جميع المنشدين، كثير من المنشدين يعني يتأثروا بمنشد أو يتابعوا أكثر، يعني نقول يمكن 80% يتابعوا منشد واحد. هل أنت تابعت يعني مغرم بمنشد يعني مثلا منشد، وين هذا المنشد؟ هل من المملكة ومن خارج المملكة؟ نعم، عندي يعني نخبة من المنشدين اللي صراحة أصواتهم جدا مقربة إلى قلبي وجدا جميلة، فأحاول دائما إيش أقتدي فيهم بالإنشاد بحيث العرب واللحن. ومن أهم هذول المنشدين الشيخ مشاري العفاسي وأيضا الشيخ عبد الله الجار الله، هذول تقريبا أفضل منشدين اللي أسمع لهم كثير. مشاري العفاسي، الشيخ مشاري العفاسي جدا أسمع له كثير ومتابع أعماله الأخيرة اللي نزلت، وحتى أناشيده القديمة أرجع أسمعها، يعني منها أني أستفيد من ناحية اللحن ومنها يعجبني صوته، فيعني زي ما يقول أنطرب بالصوت ومنها أني أستفيد باللحن. إذن منشدنا جزاك الله خير وبارك الله فيك، إذن نطمع أن نستمع لبعض الإنشودات وإن شاء الله تعالى سوف نتواصل بالأسئلة. طبعا الإنشودات نتمنى أن تكون أيضا مباشرة هنا في هذه في هذا البرنامج. تفضل لك المايك وحرية تفضل. قل للذي جد بي الأضع لي حادي سوقها رويدا ليال قال حاضر البادي وتنعش الهائمال والهان رؤية من يا أم قوما أقاموا جانب الوادي سلم عليهم وخابر هم دماء لقيات روحي وجسمي وقلبي الوالي هم صادي وقل لهم أن عنكم وفي يده ما لا غنى عنكم من ظاهر ومن زاد جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم بعد يؤنسني فكيف يؤنسني طردي وإبعادي ظن الخلي بأن
بعد يؤنسني فكيف يؤنسني طردي وإبعادي ها قد تحققت وأن الخير أجمعه ضمن اتباعي لحب المصطفى الهادي ها قد تحققت وأن الخير أجمعه ضمن اتباعي لحب المصطفى الهادي. ما شاء الله عليك يا أخي العزيز، ما شاء الله عليك متألق، اختيار جميل وعذوبة الصوت والكلام. مشدنا نتمنى إن شاء الله أيضا أن نستمع للأنشودة مباشرة بدل ما ترسلها، وكذلك أيضا نطمع أيضا في إرسالك للأنشودة كتابيا، لأن في البرنامج في فاصل البرنامج إن شاء الله تعالى المنشد حاتم معنا في المجموعة، نعم في البرنامج إداري البرنامج، ينشد بعض الكلمات إن شاء الله تعالى. تفضل المنشد. طيب هذه أنشودة كمان للشيخ مشاري العفاسي، أنشودة المصطفى. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إلي ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء كان في هديه منهجا وسطا كان تسعده بسمة البسطا سيد في الكرم قمة في العطاء. اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. جميل أخي جميل، ما شاء الله عليك، إبداع في إبداع وبدايات مباركة وطيبة، واصل عطائك أخي العزيز وإن شاء الله سوف ندخل لبعض الأسئلة. هذه أنشودة للمنشد ماهر زين. قبل منامي مر ببالي وحي سؤال لو أن لعمري ميزانا ما المكيال أيقاس العمر بأيام أم أعوام فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هاهنا أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هاهنا آثارنا لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي بل أصنعها بالإصرار الملتهب لن أقضي وقتي باللوم وبالعتب
فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إلا الأعمال أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى هاهنا آثارنا. وفي أيضا أشودة للمنشد محمد الوهابي ألا وهي خير أيام الفتى يوم النفاع واصطناع الخير أبقى ما صنع ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع ليس كل الدهر يوما واحدا ربما ضاق الفتى ثم تساع وارض للناس بما ترضى به واخذ الحق فنعم المتبع إنما الدنيا متاع زائل فاقتصد فيه وخذ منه وداع واحمد الله على تدبيره قدر الرزق فأعطى ومنع. وهذه أنشودة للمنشد أحمد النفيس. هموم الحياة جبال ثقال ولكن بذكرك همي يزول فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل لساني وثغري صفي جميل إذا اسود وجهي بليل الذنوب فعند اتباعك طرفك حيل وإن خار جسمي بدنيا السرى وأحسست أني أريد الرحيل وأحسست أني أريد الرحيل تصبرت أن بصدق المتاب سننسى جراحا برؤي الرسول فمن نهجك الحق تزهو الحياة وتشفى لعمري سقام الجهول. يا سلام يا سلام، ما شاء الله على هذا الإبداع وعلى هذا التألق. جميل أخي جميل، بوركت بوركت على هذه الإبداعات الجميلة وعلى هذه الأناشيد وعلى هذا الاختيار. منشدنا أيضا سؤال لك، هل لك تسجيلات مثلا في الأسواق؟ مثل يعني المنشدين، كثير من المنشدين عاد لهم باع طويل سواء سنة أو سنتين تجاريا، أقصد بالنسبة للسيديات وكذا من هذه التسجيلات في الأسواق. يا سلام ويا سلام، ما شاء الله على هذا الإبداع وعلى هذا التألق. جميل أخي جميل، بوركت بوركت على هذه الإبداعات الجميلة وعلى هذه الأناشيد وعلى هذا الاختيار. منشدنا أيضا سؤال لك، هل لك تسجيلات مثلا في الأسواق؟ مثل يعني المنشدين، كثير من المنشدين عاد لهم باع طويل سواء سنة أو سنتين تجاريا، أقصد بالنسبة للسيديات وكذا من هذه التسجيلات في الأسواق. أي نعم، عندي تسجيلات موجودة لكن ما هي كثيرة، لأنه يعني أنا الحين غالبا بسجل تلاوات للقرآن، فيعني الأناشيد كمان يعني معاها، لكن قل اهتمامي للأناشيد يعني مو زي أول. في البداية كان عندي حماس قوي جدا، الآن الحماس موجود لكن يعني أقل من أول، وأناشيدي موجودة قليلة لكن يعني في بعض الأحيان يجيني منشد
اخذ منه، يجيني شاعر اقصد يجيني اخذ منه مبلغ معين، وبعض الاحيان في قصائد تعجبني ابياتها تعجبني فانشدها بدون مقابل، ويعني يمكن حوالي 20 من الاناشيد اللي موجوده في السوق فقط. مشهدنا، كيف شعورك عندما مثلا احد من زملائك او زملاء العمل او زملاء الدراسه او احد من اقاربك تسمع رنين هاتفه انشوده بصوت عبد الواحد، كيف الشعور في ذلك الحين؟ والله شعور ابدا ما يوصف، يكون شعور جدا جميل بحيث انه يعني راح اعرف وقتها ان صوتي وصل للعالم. انا الان بحاول كمان برضو انشد اناشيد كثيره حتى ابغى الاناشيد حقتي توصل للعالم يعني، فلما اسمع هذا النشيد خلاص راح اعرف انه خلاص اناشيدي بدات تنتشر، فاذا انتشرت الاناشيد خلاص تطورنا، وكمان تطورنا من هذه الناحيه، وكمان بطور انا من ناحيه الالحان والنغمات حتى انه ان شاء الله مستقبلا اذا انتشرت اناشيدي يكون عندي عمل افضل اقدمه للجمهور. طموح جميل أخي العزيز، ونسأل الله لك التوفيق دائما وأبدا بحول منه وعافية. وكذلك السؤال أيضا، يعني أنت تتقبل الآراء والاقتراحات وكذا في تعديل مثلا في نشيد قبل النشر، يعني في تعديل مثلا فيه؟ طموح جميل أخي العزيز، ونسأل الله لك التوفيق دائما وأبدا بحول منه وعافية. وكذلك السؤال أيضا، يعني أنت تتقبل الآراء والاقتراحات وكذا في تعديل مثلا في نشيد قبل النشر، يعني في تعديل مثلا فيه؟ طبعا أتقبل الآراء، وبالعكس هذه الآراء والتعليقات هذه بالعكس يعني راح تطورني دائما. أنا يعني بعض الأحيان واحد يجيك يحبطك يقول لك يعني في منشدين أكبر منك خلاص أنت ما ينفع، في بعض الأشخاص يعني زي كذا، فأبدا ما أنا ما أعطيهم أهمية، لكن بالعكس تهمني التعليقات الطيبة اللي تفيدني يعني من ناحية التحفيز أو من ناحية التعليقات والآراء، بحيث أنه يعني يقولوا لي شخطائك عشان أعدل منها. يعني في بعض الأحيان يصير في إخطاء في الأناشيد والألحان فيقولوا لي لازم بارك تضبط ويبغى لك تعدل من هنا، فأنا أستفيد من هذه الناحية. فأغلب الآراء والتعليقات اللي تجيني تقول لي يعني ما شاء الله الصوت مظبوط وكل شيء تمام، بس عندك الهندسة الصوتية يعني مو هذيك القوية، يعني لأنه أنا زي ما قلت أنا عندي استوديو في البيت، أما في استوديوهات خاصة كبيرة هي اللي تسوي الأناشيد وتعدلها وتسوي هندسة صوتية، أنا ما عندي هندسة صوتية، أنا بس اللهم أسجل بالاستوديو وركب عليه صدى ويكون الصوت يعني شبه صافي، مو هذاك الصافي اللي من المستوى العالي، لا يكون صافي يعني. فأغلب التعليقات اللي تجيني تقول لي طور من نفسك من هذه الناحية من الهندسة الصوتية، فأنا إن شاء الله جالس أحاول أحسن من هذه الناحية بحيث إني أشتري مايكات للتسجيل أفضل ومعدات أفضل إن شاء الله. جميل، مشدنا ورائع وكل حاجة، يعني لبداية الغيث قطرة، القليل يأتي الكثير بحول الله تعالى، ونرى النجومية ونرى هذا الإبداع في كل سماع من هذا الوطن العزيز، والإنشودات الجميلة والرائعة اسمعها إن شاء الله صداها في كل مكان بحول من هو عافية. مشدنا لك المايك أيضا، نستمع إليك وإن شاء الله سوف نتواصل بالأسئلة. يما يا نبع الحنان يا عطر روح المكان، الغلا باقي زمان وانت يغلى من العيون، اي مشتاق الغلاك والغلا قلبي عطاك، اي يما من سواك ولا أبد غيرك يمون، شوفتك تسوى كثير والله إني لك أسير، حبك بقلبي كبير وانت لك قلب حنون،
ضمتك تشفي عناي والقى في قربك دواي يا بلسم شفاي إيه حبك للجنون يما يما كم أبيك وراحتي بوسة يديك قلبي الصادق يبيك وانت أغلى من العيون. جميل جدا جميل ما شاء الله عليك وتستاهل الأم لأنها نبع الحنان فعلا. الأم وجنة في الدنيا باب من أبواب الجنة. بارك الله في أمهاتنا وأمهاتكم. جميل أخي العزيز جميل. في منشودة قديمة للمنشد هاشم باروم اللي هي الله الله ما لنا مولا سوى الله، قديمة جدا لكن تعجبني مرة. الله 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 ما لنا مولا سوى الله، الله 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 ما لنا مولا سوى الله، كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله، يا مجمل لا تهمل إن عادتك الجمال، يا مجمل لا تهمل إن عادتك الجمال، جمل الدنيا والأخرى خليها تمضي سهالة، جمل الدنيا والأخرى خليها تمضي سهالة. إذن متابعين ومستمعين الكرام، شكرا شكرا جزيلا على إعطائكم وسماعكم في هذه الأوقات الجميلة. وقبل الفاصل إن شاء الله تعالى سوف نتحول، أولا في هذه اللحظات سوف أحول المايك إلى أستاذة هنادي الهاجلي لتدور الحوار قبل أن نقف أو قبل أن نصل إلى الفاصل. تفضل أستاذة، إليك المايك. الله يعطيك الصحة والعافية. صراحة الحديث عن الأناشيد حديث بس شجون بالنسبة لي، لأن أنا من عشاق الأناشيد وخاصة المنشدين كبار مثل المنشد الكبير محمد أبو راتب، أبو مازن، أبو الدجانة، كثيرين سمعت لهم وكثيرين حفظت لهم. فسؤالي للمنشد عبد الواحد حاجي، هل نشأت أو استمعت للمنشد الكبير محمد أبو راتب؟ وهل تحفظ شيء من إبداعاته؟ والسؤال الثاني، هل لحن القصائد أنت اللي تختارها ولا كاتب القصيدة هو اللي يختارها لك؟ وهل نشت غير الفصيح، يعني هل نشت باللهجة بالنبطي أو باللكنة العادية؟ هذه أسئلتي لك وأتمنى أستقبل إجاباتك وعساك على القوة إن شاء الله. أي نعم، أنا عندي منشدين محددين، يعني زي ما قلت أنا إنه الشيخ مشاري العفاسي والمنشد عبد الله الجار الله، فيعني منشدين محددين، ما استمع لي منشدين أكثر يعني، فما سمعت لهذه الأسامي من قبل، ما سمعت لي الأناشيد حقتهم، فبس يعني المنشدين المحددين اللي عندي دائما استمع إليهم. والسؤال الثاني إني أنا اللي أختار اللحن ولا لا؟ اللحن غالبا يعني أغلب الأناشيد الشعار اللي يجوني يرسلوا لي القصيدة على الواتساب وأنا أرسل لهم يمكن 3-4 ألحان أو يمكن 5 ألحان، أرسل لهم ألحان كثيرة أقول لهم اختاروا، إذا ناسبهم واحد منهم ناسبهم أو أقول لهم الخيار بيدكم، إذا تبغوا تختاروا اللحن اختاروا، لكن غالبا أنا أرسل 4-5 ألحان أقول لهم اختاروا واحد منهم، فإذا ناسب واحد منهم نبدأ على هذاك اللحن. الأناشيد كلها هي أشعار، يعني يرسلوا لي الشعار، ما في أي منشودة باللهجة العادية يعني. جميل. هل قمت مثلا بتلحين تجربة أكثر من مقام؟ هل مثلا تحب تلحن بمقام معين أو لون معين من الأداء وتسمعنا كذي نبذة من عندك؟ يعطيك الصحة والعافية. أي نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المقامات أنا يعني من يوم وأنا صغير من في الابتدائية كنت أطلع في الإذاعة أقرأ قرآن أو كانت في بعض المشاركات في الإنشاد. كانوا أغلب المستمعين لما يعني تقريبا في المتوسط أولى متوسط ثاني متوسط كانوا يجوا يقولوا لي ما شاء الله أنت أكيد متعلم مقامات. أكيد كنت أقول يعني ما كنت متعلم مقامات، فكنت أقول لهم لا، كانوا يقولوا لي لازم تتعلم المقامات. فأنا سبحان الله إلى اليوم هذا يعني المقامات عندي يعني ما تدربت عليها بشكل كامل، يعني من المفترض أن أكون أعرف مقام في كم يعني مقاطع أتابعها لناس في اليوتيوب أعلم المقامات، لكن يعني عندي خلفية بسيطة للمقامات، ما عندي الخبرة الكبيرة للمقامات. فإن شاء الله مستقبلا أو في هذه الأيام إن شاء الله راح أحاول أن أتعلم المقامات وأطور من نفسي من ناحية المقامات. وطبقة الصوت، طبقة الصوت اللي يعني برضو ما يعني ما تعمقت فيها، لكن اللي أعرف فيه طبقة هادية وفي طبقة مرتفعة. ولما تجيني الأناشيد يعني بعض الأحيان مثلا زي أناشيد العيد اللي جتني أنشدها يعني أفتح فمي كأني مبتسم، يعني لما أتكلم شوف أنا الآن أتكلم وأنا مبتسم، يعني في فرق بنبرة الصوت. فيعني في بعض هذه الأمور أعرفها اللي هي مثلا تجيني أناشيد عن فقدان الأم، عن حزن عن هم، فأنشدها بلحن كذا حزين وبطبقة هادئة. أما إذا جتني أشعار فرايحية فأحاول أني أرفع وأنزل في الطبقات وألعب في الطبقات، يعني ما أقلد أحد، لأن لو أقلد أحد يصير أني كأني جالس ألحق اللحن، جالس ألاحق اللحن واللحن يشرد مني. فلما أنا أجي بصوتي أنشد يصير يعني خلاص أنا أقدر ألعب بالمقامات، أقدر يعني أقدر ألعب فيها زي ما أبغى. فهذا هو، مثل ما قلت المقامات الفرحية أو الأشعار الفرحية أو الأشعار اللي فيها فرح وزي كذا أنشدها بألحان فرحية، والأناشيد اللي بحزن اللي فيها فقدان أو ما شابه يعني أنشدها بهداوة وحزن يعني. يعطيك الصحة والعافية وعساك على القوة، وسلم المايك لأخوي هلال الحبسي يكمل الحوار معاك، وعساكم على القوة جميعا، وشكرا لكم وللمستمعين الكرام. عدنا لكم من جديد، شكرا للأستاذة هنادي، وشكرا ضيفنا العزيز، وشكرا مشهدنا حاتم الحبسي، وشكرا مستمعينا وحياكم الله. فاصل إن شاء الله، قبل الفاصل يعني بقى دقائق إلى الفاصل، إن شاء الله يكون الفاصل 9:45 بتوقيت السلطنة. حياك مشهدنا ويا مرحب والله، نستمع أيضا إليك أيضا لكي أيضا في هذا يعني في هذا البرنامج نستمع لكثير من الأناشيد أساسا نوثق هذه الحلقة الثالثة. تفضل لك المايك واستمعنا أيضا عن أجمل الأناشيد والألحان. هذه أيضا أنشودة قديمة جدا، يعني أفتكر كنت سنة ثانية ابتدائي أو ثالثة ابتدائي، كان عندنا فريق أنه كان عندنا عمل أنه نسوي أنشودة لصعوبات التعلم. فهذه الأنشودة إلى اليوم هذه أفتكرها لأنه لحنها جميل جدا، فالآن راح أقوم بإنشادها إن شاء الله. رياح العلم هبت حين جادت، فسارت تملأ الدنيا ازدهارا، وطار القوم للعليا جنودا، وبالأمجاد يحيون الديارا، وبالأمجاد يحيون الديارا. ولكن ما لقومي قد نسوني، أقاسي في صعوباتي مرارا، صعوبات التعلم حين عانت من الإهمال ضيعت الصغار، من الإهمال ضيعت الصغار. ولكن بجد واجتهاد سنبني مجدنا مهما توارى، لنا أحلامنا فيها طموح،
روح بليل حالك يضحي نهارا، بليل حالك يضحي نهارا، سنرسمها نهارا بعد ليل إذا الوقت البهيم بنا استنار، ولكننا نريد بنا اهتماما وتعليما لنا بالمجد سارا، وتعليما لنا بالمجد سارا، نريد العلم في ثوب جديد لنجني من تعلمه الثمار، لتشرق أرضنا بالخير فينا وندعو للعلا سرا جهارا، وندعو للعلا سرا جهارا. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا ضيفنا العزيز، واصل العطاء واصل. وسألت يوما أين نور الدرب، أين هو الصديق، أمضي أفتش عنه عن أمل يصاحبني الطريق، أبحرت والأمواج تخنقني وأنفسي تضيق، أين الصديق، إلى الصديق، يا من رمى عهدي وولى حين داهمنا الوداع، من قال أن الروح تشرى أو تباع، سترى من الأحلام ما خبأتها خير المتاع، وترى بأن الود لا يفنى وأن القلب داع، أين الصديق، إلى صديق. في منشودة للمنشد مشاري العرادة، أعتقد المنشد الراحل، منشودة جدا مؤثرة ويعني تلامس القلب. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعك لا ينساك دوما كيفما تحيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا، فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا، فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا، جزيل الأجر في الدنيا. أتدري من يجيب العبد أبدى السوء أو أرى، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا، أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان، فانظر كيف تعصيه، فمن تبدي له الشكوى، ومن ترجوه ما تهوى، ومن في عفوه السلوى على ما كان في الدنيا. جميل ضيفنا وجميل منشدنا، بارك الله فيك. وأيضا في هذه اللحظات إن شاء الله تعالى فاصل، وسوف نعود لكم من جديد بعد فاصلنا، وبارك الله في الجميع. إن شاء الله عقب ما يرجع الضيف، أتمنى من الضيف نسمع منه نشودة البرنامج بصوته، بنشوف كيف بيعطيها لحن بيأديها مباشرة في المجموعة، يعطيه الصحة والعافية، ونشوف التجربة شلون.
على صوتك عبر الأثير، خلينا بالمحبة نفرح ونطير، بقلت النجوم لك هيبة وتقدير، نجم بالفضاء تغرد وتصير، سمعنا صوتك للوقت الأخير، نسامر وانت بحروفك خبير، نسمع نتعلم منك أمور غير، وانت بمجالك مبدع وخطير، سمعنا صوتك يا وجه الخير، موهبتك تهز القلب وتسير، عبر بحروفك أجمل تعبير، واطربنا بصوتك الحان تنير. إذن أخوتنا المستمعون والمتابعون، عدنا لكم من جديد لنقبل ما تبقى من هذا البرنامج سمعنا صوتك، حياكم الله. حياك يا ضيفنا ويا منشدنا، ما شاء الله عودا حميدا لهذا البرنامج، جميل جدا هذا الإلقاء وهذه الإنشودة الطيبة لكلمات البرنامج، ويا مرحب والله بك. حياك. هناك بعض الأسئلة المكتوبة ونتمنى عذرا، نتمنى أيضا أن تجاوب على أحد الزملاء، تفضل. جميل جميل، لكن أنا غالبا أنا أحب الأناشيد القديمة، يعني حتى أغلب الأناشيد اللي اليوم نشدتها أو تقريبا كلها قديمة، اللي قبل 7 سنين واللي قبل 6 سنين، أيضا في أنشودة قديمة جدا يعني ألحانها وأداءها مرة يعجبني، اللي هي يا طيبة، أنشودة يا طيبة يا طيبة، هذه كمان مرة تعجبني ألحانها، فالآن نشدها إن شاء الله. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانة، اشتئنا لك والهوى نادانا، والهوى نادانا، لما سار المركب نساني، ساروا والدمع ما جفاني، أخذوا قلبي مع جناني، يا طيبة يا تيم الولهانة، يا تيم الولهانة، قبلتي بيت الله صابر، علاني يوما لك زائر، يا ترى هل تراني ناظر للكعبة، وتغمرني بأمانة، وتغمرني بأمانة، نبينا أغلى أمنياتي أزورك ولو مر بحياتي، وبجوارك صلي صلاتي، واذكر ربي واتلو القرآن، واتلو القرآن، بشراك المدينة بشراك، بقدوم الهادي يا بشراك، فهل لي مأوى في حماك، أتمنى فالنور سبانا، نوركم سبانا. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك أخي العزيز، يزيد خيرا بارك الله فيك، ومعذور في الأخطاء، لكن الإلقاء جميل جدا. دائما مثل هذه الأناشيد وهذه الكلمات يعني تذهب سراعا إلى القلب، لكي تزيد القلب اشتياقا وحبا لتلك الديار الطاهرة، لتلك البقاع الطاهرة. جزاك ربي خير وحياك الله، وواصل هذا العطاء
وبإذن الله تعالى ما هي إلا دقائق نقول دائما هي الأوقات الجميلة مع الجميلين مع الأخوة والزملاء والأحبة تذهب سرعا وإن شاء الله نتواصل بالخير. تفضل أخي تفضل. تبسم تراني بقربك أنا وخل الحزن ينتهي والعالم أنا يا رفيقي مدامك بخير حياتي تشوف الفرح والهنا إذا جتني تختفي ضيقتي ولو دروبي الطيب المنا وحس الحياة أصبحت شي غير مع كل دنيا يتصبح سنة إذا جتني تختفي ضيقتي ولو دروبي الطيب المنا وحس الحياة أصبحت شي غير مع كل دنيا يتصبح سنة أنا يا رفيقي أحبك كثير ولجل المحبة تراني هنا عساك انت هني ودايم بخير وتضحك حياتك ليوم الفناء أنا يا رفيقي أحبك كثير ولجل المحبة تراني هنا عساك انت هني ودايم بخير وتضحك حياتك ليوم الفناء لقينا الخير وجمعنا الهدى في حب ربنا ما حبنا عسانا بدرب الأخوة نسير ونختم بنور العفو دربنا لقينا الخير وجمعنا الهدى في حب ربنا ما حبنا عسانا بدرب الأخوة نسير ونختم بنور العفو دربنا وفي كل سجدة دعاء الوفير يحيطك بحفظ ويغفر لنا لك دع الإله العلي الكبير بجنة عدن مكان لنا في حب في وجد واشتياق لا يحد في حب في وجد واشتياق لا يحد يا رسول الله قلبي لم يزال باسمك يشدو يا رسول الله قلبي لم يزال باسمك يشدو أنت للعالم رحمة جئت تمحو كل ظلمة أنت للعالم رحمة جئت تمحو كل ظلمة نحن يا خير رسول بك صيرنا خير أمة نحن يا خير رسول بك صيرنا خير لم يزال يهمي علي حبك الساكن فيا لم يزال يهمي علي بهجة في الروح فاضت وسلاما أبديا بهجة في الروح فاضت وسلاما أبديا صلي يا ربي عليه واسقنا من راحتيه صلي يا ربي عليه واسقنا من راحتيه ذبت الروح وتاقت وبكت شوقا إليه ذبت الروح وتاقت وبكت شوقا إليه مزدعى بالنور داعي رددت كل البقاع مزدعى بالنور داعي
رددت كل البقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع لا تهدرن مشاعرك أو تسفحن مدامعك من أجل حب زائف أو صاحب قد فارقك إني لا أدري يا فتى أن الفراق سيؤلمك وتظل تذكر بالجوى هجر الحبيب وما تماك فاسمع صديقي قولتي لا تهدرن مشاعرك لا تهدرن مشاعرك يا سلام عليك يا سلام إبداع في إبداع في إبداع بارك الله فيك بارك الله فيك على هذا العطاء المثمر منذ اللحظة الأولى ومنذ الساعات الأولى أو منذ الدقائق الأولى في بداية هذا البرنامج سمعنا صوتك الشكر لك موصول دائما وأبدا واصل العطاء كتابيا تسجيلات من قبل يعني تسجيلات جاهزة وكذلك مباشرة إن شاء الله تعالى وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنيه مال وإن زاد ما كسب فكن راضيا ترضي الإله بأمره فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب وكن رضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب وإحسان ظن بالإله وشكره وشكره فتلك معاني الخير خط بها الأدب إليك غصونا دانيات قطوفها ومنبع خيرات يفيض وقد نضب سلام وإحسان وصبر وجيرات وأفعل خير تستزاد بها الرتب وإحسان ظن بالإله وشكره فتلك معاني الخير خط بها الأدب فتلك معاني الخير خط بها الأدب وصل وصل ضيفنا العزيز ومنشدنا الجميل إبداعاتك ونحن على ملامح اللمسات الأخيرة بحول الله تعالى تفضل سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجما وذرا وجبال حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجما وذرا وجبال ولولا أثر النور لقل قلنا كنت خيال سلاما يا عمر الفاروق تهلل وجه نبيك يوم هداك الله وكم أيدت الحق وكم وافقك الله أعز الله بك الإسلام ورضي الله في أنشودة للمنشد مشاري العفاسي عن شهر رمضان برضو ألحانها تجبني اللي هي
غردي يا روح ألحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان، علق الأفراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب أهلا رمضان. جل من سواه شهر من جمال، حال فيه السعي للفردوس حال، هل ترى أذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، ودعي لي وسلم لي على هذه الأمم. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، ودعي لي وسلم لي على هذه الأمم. ودعي لي انظر للكعبة يا محلاها، نور وجلال يغشاها، انظر للكعبة يا محلاها، نور وجلال يغشاها، يحرسها ربي ويرعاها، واذكرني أمامها ودعي لي. إذن أخوتنا الكرام، طلب بسيط قبل دقائق الختام، أن نستمع من مشهدنا العزيز قراءة من الذكر الحكيم، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين، وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين، وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إلى يوم الدين. أخوتنا الكرام المستمعون في نجوم القصيد والنشيد، الحلقة الثالثة انتهى وقتها من برنامج سمعنا صوتك. انفرد بكم بضيف عزيز وغالي أجاد كل ما تحمله قريحته من أناشيد جميلة يستمع عليها القاصي والداني، هذه الأناشيد التي تزيد القلب حلاوة وأثارا بحول منه وعافية. كل الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لكافة المستمعين، والشكر أيضا موصول إلى ضيفنا وأخينا عبد الواحد حاجي من المملكة العربية السعودية. حلقنا وعرجنا هناك إلى أجواء المملكة، وهذا الصوت الواعد والشجي نسأل الله تعالى له الخير والمحبة والرضا، نسأل الله تعالى أن يعطيه مناله ومقصوده، وإن شاء الله تعالى سوف نراه في المستقبل القريب العاجل بحول الله تعالى في كافة منابر هذه الحياة بصوته الشجي. بارك الله فيك ضيفنا العزيز، وشكرا جزيلا، ونعتذر على أي أخطاء أو أي من هذا القبيل، جزيت خيرا. والشكر موصول أيضا إلى الأستاذ هنادي والأستاذ حاتم الحبسي منشدنا أيضا، بارك الله في الجميع. لقاءاتنا تتكرر بحول الله تعالى في الأسبوع القادم في الحلقة الرابعة، ضيف جديد، ضيف منفرد يحمل في طياته المحبة والخير.
تقبلوا تحياتي ومروري معكم مقدمة هذا البرنامج هلال الحبسي، ودمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم الصحة والعافية، وعساكم على القوة. ما قصرت أخوي هلال على إدارة البرنامج والحوار، وشكر موصول لمنشدنا الجميل بالكلمات. يعني عشنا جمال الكلمات، جمال الحرف، جمال الصوت. ما شاء الله تبارك، كانت دقائق تمضي سراعا معكم. يعطيكم الصحة والعافية، معكم هنادي الهاجري من سمعنا صوتك. الحلقة الثالثة إن شاء الله بانتظار الحلقة الرابعة، بتكون أيضا مفاجأة جميلة للجميع. عساكم على القوة، وإن شاء الله للقاءات أخرى، وشكرا شكرا للجميع. سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيب بنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، فهل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيب بنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. فلا عشت إن كان قلبي سكن إلى البعد عن أهله والوطن، ومن حبهم في الحشا قد قطار، وخامر مني جميع العظام. بحجر الحجر أهديكم، الحجر أهديكم قصيدا قد يسليكم، قصدت القصد في شعري لأمدحكم وأطريكم. صباح الفل أهديها وأزهار تحييكم، لقد تاقت لكم روحي وحشني كل ما فيكم، وقلبي تاه في الفيفة ليبحث عن صياصيكم. أنا معكم أحبكم محبة من يواليكم، محبة من يواليكم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.